لا بس الجيم دي شكله جامد يا سيد. ايوه جامد طاح. ده لسه ما عادش ال 20 واحد بس. كويس تمام بما ده بشوق للاخر. يلا يا عم بس ربنا يسترها ما نموتش. يلا 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 نروح حاويات. يلا دول الناس دي كلها هناك بقى. حاسس يا سيد في ناس في البيت ده. يلا يلا هنبش عليهم. حتى العربية اهي بقى. يلا يلا اما ده بشوقي اهو. خلاص السلام عليكم. لا يا ماما حلو بتلعب ضغط. هتنزل يلا معانا جيك. نفسي العب بس ما عادش نفسي للحياه. ليه وخالد في ايه؟ جواز وسنينه ولا عايز يتجوز؟ كل حاجه في البيت ولا ايه؟ انا اقول من كتر الجواز يا معلم يعني كتر الضرب على قفاي. الضرب على قفاي؟ الله وكيل. ما تتجوزش يا عم. ليه يا ابني ما يتجوزش؟ ليه يا ابني؟ مش متجوز يا عم. ليه ما يتجوزش ليه؟ كل حارم مصر على التقل. ليه يا ابني ما الدنيا حلوه معايا والحمد لله. انت عمرك شفتني زعلان؟ يعني انت سيب ما تاخدش على قفاك؟ انت عمرك شفتني زعلان؟ ومين اللي يقدر يديني على قفاه؟ وفي لسه واحده اصلا بتزعل جوزها بس بالطيب خاطر يا راجل. بس طيب خاطر ايه يا عم؟ مش عارف اسد يعني جامد في البيت كده. بقول لك يا ابني انا اسد في البيت. لا انا عاوز اشوف. لا ليه بقى يا سيد؟ اروح اطلقها. ها؟ أه؟ ما تقعدش معايا لو شفتك اسد. لا لا يا عم انا عامل مشاكل بينك وبين بعض برضه. لا 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 شوف بس ورينا يا سيد. انا عندك قدوه يا سيد. اوريكم؟ شوف بكره لا الوقت. لا 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 الوقت اهو اسم الوقت. انا عندك قدوه يا سيد. لا شوف ابو محمد شوف الوقت. لو كده مش هتجوز خالص يا سيد. لا 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 اتجوزوا على ما بلاش. ازاي؟ ازاي؟ انا باخد على قفايا. أهلاً أهلاً يا أخويا. لا بس هو بقى أنا معلمك. شوف شوفك الأسد ده. أنا سيد ما قفاه مش معلم. هنشوف يا عم. طب ما ترينا يا سيد. مصممين يعني؟ يلا بقى وربنا يسترها علينا وعليكم. يلا يلا تعالوا يا رجال هتشوفوا أسد. أسد وريني. أنتوا هتشوفوا إيه؟ أسد. أسد عشان أنا بس إيه؟ هتشوف إيه؟ عشان بس اقول لك ان الجواز حلو عارفك دلوقتي. خليك انت حزين. اسد وريني قفاك يا طما. ده لسه وارد. مش عايز تفتح لك. شكلك هتبات بره. شكلك هتبات بره. لسه جاي يا حلاوه. استنى بس اصبر هقول لك. ده انا بتاكل على فال وقت. انا قلت ايه؟ حرام مصر كله اعمل لي ذكر في المحل وانا هيبقى ارنب ان شاء الله. لازم نشوفك. هنشوف الوقت. افتح. انت لسه جاي؟ معلش والنبي يا شيماء انا اصحابه بره وعمل الذكر قدامهم تمام واستحملني بس الخمس دقايق اللي هم ما تدينيش على قفايا قدامهم. لا والله معلش استحمليني استحمليني. انت عامل ذكر عليا يعني؟ اهو معلش 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 اصل كان جاي بالشكل من مراتي. لا مفيش في حاجه اسمها معلش. انت المفروض كنت تستاذنني الاول. طب خلاص خلاص سهله المره دي عديها لي عديها لي. معلش معلش فكره اليوم. مش بقول لك بقول لك زمان كنت قاعد في الوقت. ايه؟ اوبا فين يا جماعه؟ فين؟ ما اقول لكم سيطر يا جماعه ما تقلقوش مني. لا 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 ما فيش حاجه. سامعين الوقت؟ لا لا ما فيش حاجه. بقول لكم سيطر يا جدعان. اتفضلوا بس اتفضلوا اتفضلوا. في حاجه يا سيد؟ لا لا مفيش 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 مفيش. شوية شاي بقى. أحلى شوية شاي. يا جدعان بقول لكم مسيطر. محمد أبو خالد رايح يفرقع. يا شيماء. نعم. ثلاث كوبايات شاي والنبي لو سمحت عشان خاطر الليل الجاي. ثلاث كوبايات شاي. لو انت لسه هتسهر وهتقعد كمان. طب خلاص كوبايه واحده. لسه كان ليا كمان عشان تقعد بالليل وتسهر على ثلاث كوبايات شاي وانا فاضيه. كوبايه واحده وهنخمس فيها. كوبايه واحده هتخمسوا فيها؟ دي حاجه قرف. مش قلت لكم يا جماعه بصراحه انت طلعت ارنب. انت طلعت ايه؟
ارنب ارنب اتجوزش. انا مش متجوز. لا لا ما تتجوزش يا ابو شوق. انا مش يعني انت عامل فيها اسد عندنا بقى يعني بقى بلطف الجو بقى وبحل المصريين قدام الناس يعني بحل المصريين قدام بصراحه يا جدعان هم المصريين كلتك كده كل كل ما تتجوزش يا عم انا معاك عندي ملزوم مش متجوز ملزوم وطور رد يلا يا عم هتقولي معاك لا لا هتقولي معاك انت اسكت لا اسكت معايا يلا انت هجيب يلا لازم اجيب يجي معايا الشاي يلا يا جماعه الموضوع ده كله هزار في هزار والرجاله المصريين ما بيخافوش من حرمهم ولو عجبكم الفيديو فعل زر الجرس واشتراك ولايك مع السلامه.